Tout de suite, l'actualité. Actualité. L'actualité. نبدأ ريكاب ميدي اليوم بالأخبار المحلية. وقفة احتجاجية للمطالبة بتدخل في ملف قضية المدير العام السابق للسجون والإصلاح ومدير إقليم سوسة سابقا المودع حاليا بالسجن بخصوص التحقيقات الجارية في القضية اللي ولات معروفة باسم أنستالينغو. يحضر معنا قريب العائلة سي محمد، مرحبا بيك. مرحبا وتحياتنا ليك ولإذاعتكم ولكافة المستمعين. رحبوا بالكرونيكور القار اللي ديما موجود معنا في ريكاب ميدي، المتابع للشأن العام والنشط في المجتمع المدني، سي حمادي البقلوتي. مرحبا بيك. مرحبا بيك، مرحبا بالمستمعين ومرحبا بمتابعي الإذاعة والفنيين والتقنيين وكافة الإطار. شكرا ليك. نبدأ معك سي محمد، اليوم وقفة احتجاجية كانت قدام الولاية، نوضحوا للناس أسباب الوقفة هذه وعودة على خلفية الحادثة الكل. اليوم وقفة احتجاجية سلمية نظمها كافة أهالي القيروان وعائلة سيد العميد الحبيب السبوعي، نطالبوا للمطالبة بالتسريع في الإجراءات. واحد، اثنين، نطالبوا سيد رئيس الجمهورية بالتدخل في الملف هذا شخصيا والتسريع بالإجراءات. السيد الحبيب السبوعي هو رجل وطني، خدم المؤسسة الأمنية وخدم وزارة الداخلية، خدم الدولة التونسية، خدم تقلد العديد المناصب في وزارة العدل وفي غيرها من الكفاءات. وحبيت اليوم لو سألتني سؤال، علاش مشيتوا مش علاش جيت؟ لأنه ذنب سي الحبيب السبوعي لما سأل سؤال من اختصاصاته من صلاحياته، علاش مشيتوا؟ هذا ذنبه الوحيد اليوم يقبع في السجن لأنه سأل سؤال، علاش مشيتوا؟ السيد الحبيب السبوعي موجه ليه تهمة يعني المشاركة وإلا اللي هو موجود في ما يسمى بقضية أنستالينغو ولا شركة أنستالينغو، يعني وكأنه السيد تآمر على أمن الدولة. يعني بعد 32 سنة هكذا تكافئ إطاراتنا وهكذا تكافئ النخب، هكذا تكافئ الدولة، تكافئ الوطنيين والناس اللي خدموا الدولة. يعني شيء أسف، إحقاقا للحق شيء أسف. أنتم اليوم تطالبوا بالتدخل لفتح الملف هذايا، ومعناتها باش تاخذوا باش تطالبوا بحقه هو، معناتها سي الأسبوعي. اليوم نطالبوا سيد رئيس الجمهورية بالتدخل شخصيا بتسريع الإجراءات والتدخل شخصيا في ملف سيد العميد الحبيب السبوع. يعني ما ثم حتى إبريف، ما ثمش حاجة واضحة، ما ثمش تهمة. التهمة الوحيدة اللي هو يعني تحاسبوا على حاجة في من صلاحياته، مش من حقه باش يتسأل علاش مشيتوا ولا ما مشيتوش. يعني هذه ذريعة، هذا غطاء، هذه يعني معركة سياسية بامتياز. بعد 32 سنة مش يتآمر على أمن الدولة؟ الراجل اللي خدم الدولة 32 سنة هكذا تكافى؟ اليوم تصفية للقيروان في كل المجالات. هو مع العلم أنه تصفية، سامحني، تصفية للقيروان في كل المجالات، في الصحة، في التعليم، في الرياضة، واليوم ولت التصفية في رجالات القيروان. اليوم نحن في وقفة احتجاجية سلمية وماشيين للتصعيد. باهي سي محمد، جوست ملاحظة للناس اللي يسمعوا فينا، الأبحاث ما زالت جارية في القضية هذه، في قضية ما يعرف بأنستالينغو، ذيك علاش ما نجموش نخوضوا برشا في تفاصيل القضية. هذايا اليوم حابينك أنت مطالبك من خلالك أنت اليوم صوت العائلة والناس اللي كانوا متجمعين في الوقفة الاحتجاجية هذه، المطلب متاعكم. حبيت زادة نسألك على الوضعية الصحية اللي هو اليوم المتواجد في السجن. وضعية صحية، تصور أنت لك المجال باش تتصور يعني الوضعية الصحية والنفسية. الإنسان يخدم بلاده 32 سنة، خدمها في الداخل وفي الخارج وفي أعتى الرتب وفي أعتى المسؤوليات، اليوم يقبع في سجن، كيفاش باش تكون حالته الصحية وحالته النفسية؟ يعني من الأولى تكريمه، من الأولى يكون سند للشبان والإطارات الشابة ولتكوينهم، اليوم يوجد في السجن بدون تهمة وبدون سبب. واليوم نحن مش باش نتدخلوا في القضاء، لأنه عدنا ثقة في القضاء، عدنا ثقة في القضاء.
نحن نطالب بتسريع الإجراءات. تسريع الإجراءات لا أكثر ولا أقل، هو مطلب بسيط، مطلب بسيط، سرع الإجراءات. اليوم نحن نطالب بأبسط ما يعني، والله الواحد يعجز على الكلام، يعني بأبسط الأشياء نطالب بتسريع الإجراءات. السيد حاطه في السجن وما تسرعش الإجراءات، يعني هذه واضحة، واضحة حتى اللي ما يفهمش القضاء وما يفهم حد شيء، واضحة الأمور. هذه معركة سياسية لا أكثر ولا أقل، ما عنده حتى تهمة وما عنده حتى ذنب، ذنبه الوحيد اللي الرجل يخدم على روح. اليوم كيف تخدم على روحك تولي مشكلة، حالته الصحية ما تدهور، حالته النفسية ما تدهور، كذلك حالة العائلة، يعني العائلة الكل صدقني لأنا تشوف العائلة، تشوف الزوجة، تشوف يعني أبنائه، تشوف أخواته، تشوف معناها أمور يندى لها الجبين. احنا حابينك اليوم تكون موجودة معنا باش تنقل لنا مطالب العائلة وتوضح للناس اللي يسمعوا فينا وللرأي العام ولهنا خاصة في القيروان الحيثية متاع الحادثة اللي انتم ما تعرفوهم اكيد كعائلة. دقائق اخرى ونرفعوا الاذان. قبل هذا حبيت نخلي لك كلمة الختام سي حمادي، كانت حابة تتفاعل معها تتفضل. انا فقط نسأله، هو قال انه ثم سؤال علاش، معناه تقول لي علاش جيتوا، هو هل طرح سؤال يعني على الاجهزة اللي معاه او انه في محيطه او كيف يعني باش نوصل للمستمعين يعني الفكره؟ هو طرح سؤال للاجهزه يعني اللي تحت اللواءه، يعني تحت امرته، يعني بما انه كان مسؤول كبير يعني. فوالا، علاش مشيتوا؟ مشيو لفين؟ علاش مشيتوا يعني علاش توجهتوا للشركه هذه انستالينجو؟ في اول مره معناتها المره الاولى قلت لك قاموا بمعاينه المكان، قلت لي قاموا بمدهن. سامحني سي حمادي، يعني لما اسال السؤال انا راني اسال اي يمسج اي، لان المستمعين مش الكل عندهم الخلفيات نتاع القضيه اكيد. يعني هو لما طرح السؤال هذا علاش مشيتوا، هو من حقه باش يعرف الحيثيات نتاع سير العمل نتاعو، يعني علاش مشيتوا وبعد علاش مشيتوا، لا معناها ما ثماش تبعات وراء علاش مشيتوا، لا ثم عقاب، لا ثم ايقاف عن العمل، لا ثم كيستيونير. يعني هو مش من حقه باش يعرف الاداره نتاعو وكل مصلحه وكل اداره موجوده في الاداره اللي يسير هو دواليبها، مش من حقه هو باش يعرف، ما يعرف الحيثيات، يعرف كل كبيره وكل صغيره. هذا وقت اللي كان هو على رأس منطقة الأمن في سوسة، هو وقت اللي كان مدير أمن أقليم سوسة، مدير اللي كان وللتوضيح اللي السيد هذا يعني هي حجة بسيطة اللي إنسان وطني ويخدم في بلاده، يعني هذا بعد مدير عام وبعد مسؤولية أعتى يرجع حتى مدير إقليم، فما حتى مشكل، يعني هذا إنسان يخدم في بلاده بكل الطرق. اليوم سامحني، اليوم الناس توجه في التهم، السيد هذا كان يتبع الحزب الفلاني والحزب الفلاني والحزب الفلاني، ما عنده حتى علاقة، حزبه الوحيد اللي هو وزارة الداخلية والدولة التونسية. هو لو كان تابع ميسيرش نسمو الأشياء بمسمياتها. احنا طيب باش نرفعوا أذين الظهر، ما عادش عنا برشا وقت، نرفعوا لحضراتكم أذين الظهر. في حزب النهضة ولا غيره ما يكونش ديجراداسيون في العمل نتاعو من مدير عام يعني يرجع إلى مهام مدير جهوي للأمن بسوسة. هذه واحد. كلمة الختام، نحن نداء إلى كافة الإطارات الأمنية، إلى كافة نقابات الأمن، نقابات وزارة الداخلية، مساند زميلهم، كافة أهالي القيروان. اليوم ولت الأمور شخصية، ولت أمور سياسية، ولت تصفية حسابات. نداء إلى السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل شخصيا في ملف العميد لحبيب السبوعي وإعطائه حقه وتسريع الإجراءات. يعطيك الصحة سي محمد قريب العائلة، حضرت معنا حكينا معك على تفاصيل القضية هذه، وصلت صوتك وصوت العائلة الكل. احنا مازلنا مواصلين معكم في ريكاب ميدي، بعد شوية نحكيه على اتفاقية بين رئيسة الحكومة واتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ونرجع زيدا على زيارة ماكرون المرتقبة للجزائر. كل التفاصيل تلقوه معنا حتى الماضي ساعتين، ما تبعدوش بعيد، ما تبدلوش الموجة، خليكم ديما برونشي على 90.3.